لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. إخوان السلام عليكم، كيف دايرين الخوت؟ بخير، أتمنى تكونوا بخير الخوت. الورقة ديال البارحة دخلوا واحد الجوج مزيانين، نتمنى إن شاء الله حتى اليوم نربحوا. اليوم نجيب لكم واحد ثلاثة ديال الوريقات. الوريقة الأولى مقابل رقم 1202 هو ضد بيضاوي ضد نطاج بركان موان دي فيرغي 5. المقابلة الثانية رقم 159 نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد بي دي فيرغي 5. الوريقة الثانية الخوت مقابل رقم 1181 أبويل ضد دوكسا بي دي فيرغي 5. المقابلة الثانية 1182 أبولون ليماسول ضد أمونيا أس. المقابلة الثالثة براغا ضد ماريتيمو أس. الوريقة الثالثة الخوت مقابل رقم 1193 بورتيمونيزي ضد بنفيكا دوس. المقابلة الثانية 155 تشيلسي ضد ساوثهامبتون بي دو فيرغيل 5. نتمنى هاد الوريقات الخوت ان شاء الله ندخلهم كاملين ونربحو كاملين. واللي عندو شي تعليق ولا شي تعقيب على هاد الماتشات يمكن له يخلي لنا في شي تعليق باش نناقشوه كاملين ونكونو نربحو كاملين ان شاء الله. خوت واللي اول مرة كيدخل عندي لاشين ديالي نتمنى يتشارك معايا ويدير ليا جيم كتحفيز.